طبعا هذا مكان الاستعداد او التجهيز. هنا مثل ما نشوف افريقيا وهناك منطقة تجهيز عبد الله. شوي بوريكم الطاولة الحس شوي مكان. طبعا هذه الطاولة بالنسبة للحكمين تكون بالشكل هذا، موجود لكل حكم قاعد الأكواب وكوب موية وأيضا منديل النظافة. طبعا بالبداية يبدأ عبد الله بالتعريف عن نفسه مدة دقيقة، وكان بكل بساطة يتكلم عن قصة بدايته بالقهوة، وأنه اللي شده أنه عمر 13 جرب أول كوب قهوة ووجد فيه تعقيد وطعم لذيذ لكن ما عرف كيف يوصف هذا الطعم، فمن بعدها قرر أنه أو من بعدها بدأ يحاول يكتشف أو يبحث عن طريقة توضح أو تبسط هالإشكال هذا. وأعتقد أنه كل واحد ينشد العالم القهوة بهالسبب، النكهات والطعم، لكن ما يعرف كيف يوصف الطعم هذا، فطلع ببعض الأفكار الجميلة عبد الله أنه يبسط هالنقطة هذه ويساعد المتذوق أنه يستمتع بكوبه. فبعد ما عرف عن نفسه بدأ يقدم هالأفكار هذه اللي عنده، وبدأ طبعا بصندوق، طبعا استخدم كل عرضه عنصر المفاجأة بالنسبة للحكام، ما كان في شيء واضح للحكام وش بيقدم، فكان يفاجئهم بكل حركة أو بكل شيء يسويه. فبدأ أول شيء بمشروب الحليب، وطلب من كل حكم أنه بالبداية يفتح الصندوق رقم واحد ياخذ هالكوب ويشم الرائحة. طبعا هنا عندنا حلقوم يتميز تقريبا عطرية الورد، هذا العامل المميز فيه. وهنا دقة الوصف بعد فيها أنه مو بورد بس، لا كأنه حلقوم، يعني أدق بالوصف والشيء هذا عليه درجات أكثر. وبعد عاد يوضح الكل صندوق وش السبب وراء الإيحاء هذا أو النكهة هذه. فهنا مثلا عندنا صندوق رقم واحد يوضح أنه بسبة السلالة والمزرعة والارتفاع وغيره من الأشياء. بعدها يطلب منهم الصندوق رقم اثنين اللي هو عندنا الشوكولاتة البيضاء، وأيضا يوضح السبب اللي هو من التخمير. بعده يطلب منهم أن يفتحون الصندوق رقم ثلاثة، ونفس الشيء إيحاء حلاوة التوت، ونفس الشيء يوضح أنه بسبة المعالجة أو التجفيف. بعدها ينتقل المشروب الإسبريسو، ونفس الشيء يعطي الحكام بعض الوقت التقييم. ثم بعدها يجي يستخدم نفس الشيء عنصر المفاجأة ويشوف أو يبسط طريقة تذوق الحكام للإسبريسو. احتاج بس أجيب اللوحة الحين ونشرح عليها أفضل. بالبداية ملمس الإسبريسو ثم القوام وبعده الطعم المتبقي أو الأفتر تيست. فيبدأ أول شيء بالملمس. الملمس ما اكتفى أنه قال أنه ملمس مخملي أو شعور مخملي باللسان، لا أعطاهم شيء يبسط أيضا طريقة تذوق الشعور هذا، حيث أعطاهم ملمس مخملي تعتبر فكرة مميزة. بعدها يعطيهم قوام الإسبريسو أنه متوسط، يوضح أنه بين المستويات هذا يعطيهم شيء بصري يبسط الفكرة. بعدها ينتقل للطعم المتبقي، ونفس الشيء يوضح أنه متوسط إلى طويل، وأنه عطرية البرغموت. بعدها ينتقل للنكهات، والنكهات هي الكشمش الأحمر والتوت والشوكولاتة بالحليب. ثم بعدها يستخدم نفس الشيء شيء مرئي يبسط للحكام طريقة التذوق، أو يوضح أنه التذوق أحيانا نحس بتعقيد بالطعم وعدم الوضوح، والسبب غالبا يدور أنه المشروب يتحول من الرشفة الأولى للثانية بنكهات مختلفة.
فمثل ما تلاحظون هنا موضح بالرسم انه عندنا الرشفة الاولى والرشفة الثانية ومستويات كل طعم. فيبدأ بالرشفة الاولى الكشمش الاحمر يكون مرتفع وبعدها بالرشفة الثانية ينخفض، بينما التوت الاحمر يستمر على الرشفتين بمستوى متوسط، وبعدها الشوكولاتة والحليب يبدأ بشكل منخفض ثم يرتفع. وبكذا وضح الحكام الطعم بشكل مبسط وخلى استيعاب المشروب يكون واضح أكثر. وبعدها عاد ينتقل عبد الله المشروب الإسبريسو، واللي ما شاء الله عليه أبدع بفكرة مميزة إنه خير الحكام وخلى الحكام يختارون حسب ما يعجبهم، لكن جاب فكرة مميزة إنه أثناء العرض طلب من كل حكم أو كان أثناء ما يقدم للحكم الأخير يقول هذا الكوب الأخير لك يا الحكم وتفضل. فاستمر بمشروب الإسبريسو، ونفس الشيء قاله بمشروب الحليب البداية. وبعده نهاية العرض بدأ بالعكس، يعني طلب من الحكم الرابع أنه هو يختار السيجنتشر اللي أو القوام اللي يناسبه بالسيجنتشر. وتعتبر أصلا فكرة أنك يعني تدخل بطولة أو بطولة عالم مشروبين فكرة مميزة ومبتكرة. فقدم الخيار هذا للحكم، والحكم الرابع توقع كان واضح أنه على طول بدون تردد طلب الكريمي وحضر له. طبعا سبب بساطة العرض يمكن الغالب تساءل أنه ليش مكتوب ومو بشيء مطبوع إلكترونيا، هو بسبب التحدي الأصعب بالنسبة للباريستا أو البطل، أنه معه ساعة قبل الجولة، تقريبا قبل الجولة بعدة ساعات، أنه يجرب على الماكينة هنا. وبعده تتغير عنده عوامل كثير، يعني تكون تجاربه السابقة نكهات وإيحاءات وقوام، لكن يتفاجأ أنه بعد تغيير بعض العوامل مثل الموية مثل غيره من الأشياء يلاحظ بعض الاختلافات، فيغير يعني كل التفاصيل هذه. فأغلب التفاصيل هذه كانت شيء، وخلال الساعة اللي هنا تحولت لشيء ثاني مختلف تماما. والله يعين الباريستا على الحفظ والتجهيز للشيء ذا، عشان كذا لازم انها تكون مبسطة بالشكل ذا مين مطبوعة. هو العامل اللي يفرق مع الباريستا المتمكن انه يعرف يغير الإيحاءات هذه كلها خلال ساعات بسيطة.